لا عذر لأحد، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا كان هناك من المخذولين، هناك من الدول من خذلوا إخوانهم، من بعض العلماء من سكتوا عن الحق، فلا عذر لأحد. فرص نصر إخواننا كثيرة جدا، أعظمها الدعاء، أعظمها مراغمة المنافقين ورد المعتدين، وجاهدهم به جهادا كبيرا، دعمهم بالمال. نعم، لا عذر لأحد. سنقف أمام الله جل وعلا ويسأله كل واحد منا ماذا قدمنا لإخواننا، أمجرد أن ننظر إلى مذابحهم وإلى ما يحدث لهم؟ ومن خذل مسلما في موطن ينتظر فيه نصرته خذله الله يوم القيامة، نعوذ بالله أن نكون كذلك. فاجتهدوا، ومع ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هل قمنا بالوسع؟ اتقوا الله ما استطعتم.